طيب أدى الأهلي، تفوق الأهلي، نشوف رأي الكابتن سيف زاهر. بيراميدز مش فريق صغير، بيراميدز فريق كبير جدا وصنف نفسه وسط الكبار. بتلعب النهارده 50 دقيقة أمام النادي الأهلي و10 بيهاجمك النادي الأهلي، بيضيع فرص، عنده فرص عليك بشكل كبير جدا جدا جدا. 10 لعيبة النهارده تحس إن هم 12 لعيب في الملعب، ما حسيناش ولو للحظة ولو للحظة إن الأهلي بيلعب ناقص. في مباراة تحصيل حاصل للنادي الأهلي، يعني من الطبيعي إن اللعيبة تنزل مش في دماغي المباراة، أنا رايح في النهاية ألاعب الوداد. غير الحسابات الأخرى اللي هي من تحت الترابيزة، إن النهارده مكسبي ممكن يدخل الزمالك الجيم، ممكن يلاعب الزمالك البطولة الأفريقية، يلاعب النهارده الزمالك في المركز تاني، ولا ليا أي علاقة بزمالك ولا بأهلي ولا بحاجة. أنا لابس تيشيرت حمراء بمثل فريق اسمه النادي الأهلي، نازل ألعب بشرف وأكسب. 10 تنفار، 11 نفر، 9 تنفار، أنا بلعب في الملعب بكسب فقط لا غير. برسي النهارده مبادئ ان النهارده بلبس التيشيرت ده بلعب برجوله، بلعب برجوله حتى المباراه بالنسبه لي لو تحصيل حاصل. معرفش يعني ايه مباراه تحصيل حاصل، معرفش يعني ايه لغه الحسابات، معرفش يعني ايه الزمالك يبقى في المركز الثاني ولا في الثالث ولا في الاول ولا ياخد بطوله، انا ماليش علاقه، انا بلعب خصم، بلعب مباراه بشرف بامانه، هي دي الرياضه. الأهلي النهاردة عامل مبدأ جديد هو ومدربه. مدربه ناس كتير النهاردة بتقول لك موسيماني ما كانش فيه داعي للكهرباء، ما فيش داعي للسلية، ما فيش داعي للقفشة. وجهات نظر هو يسأل عليها، لأن ما فيش حد هيرتضي بحاجة، ولكن في اللغة الفنية كل واحد ليه وجهة نظر، والناس تختلف كثيرا في الأمور الفنية. 10 تنفار يقعدوا يتكلموا نقعد نتكلم فيها 150 سنة، وكل واحد ليه وجهة نظر. في الآخر مش هتشغلني دي، لأن الفاتورة والحساب في الآخر عند موسيماني. ولكن فريق الأهلي بمنتهى الصراحة شابوه النهاردة لترسية المبادئ، شابوه النهاردة لوضع ميثاق أخلاقي وإرساء المبادئ، شابوه بجد. هو ده الموقف اللي فعلا نقول فيه شابوه للنادي الأهلي، لأن مفيش حسابات، في لعب. اكسب اكسب اللي انت فيه وبعد كده نفكر في أي شيء. وأنا النهاردة بقول لك يا كابتن سيف شابوه يا كابتن سيف، لأن مفيش حسابات، اتكلم كلام في صدق من القلب، لخص الليلة، موافقين على كل كلمة قال. كل دول أهلاوية، الاحترام والتقدير لكابتن حازم إمام، بس كابتن شوبير، كابتن عماد متعب، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سيف زاهر أهلاوية، رأيهم في الأهلي حتى وإن كان في فرحة، في سعادة، في نوع من الفخر بقيمة هذا الفريق البطل، وهو بيتعامل بكل هذه القيم الرياضية النزيهة والشريفة والمشرفة جدا، منطقي.